مرحبا، كيفكم؟ سو اليوم الفيديو حيكون انا حكون ام لايلا ليوم كامل. طبعا روان ما حتكون معي بالفيديو عشان روان مريضة وما بدنا اياها تعدي ايلا. صباح الخير يا يا بيبي. يلا جاهزة بيبي؟ قول بابا. اوكي يلا ايلا تعال. يلا بدها البيبي. بيبي تعال هسه شو نسوي؟ لازم نروح ناكلها. نروح ناكل؟ يلا نو نو يلا نروح ناكل. اوكي هسه بلاش تقعد. نو انا بلعب هذا الدرج تبعتها. نو يلا يلا نعمل. لوين رايح؟ لوين؟ بدك هذا؟ طب اقعد اقعدي، ما في عشان اعطيكي. طيب طيب بس اقعد عشان اعطيكي اياها. اقعدي بعطيكي اياها. اوكي؟ هي هاي بدك تقعد. متحمس؟ وين تعطي الاكل؟ هيا طعمي ايلا. ليش يا جماعه ايلا عصبت عشان عم بعطيها النوم؟ بدك نمنا؟ نو ما في نمنا. نو 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 اما بي بابا. ليش مو ماما؟ انا ماما. قول ماما. بابا ما في خلاص. هاي اكبر وحده ولقلا. ستوره يا بابا. يا انا بقول ايام تقول يا يا اسمع يا يان. دادا دق 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 لقد يعني انا علمتها قلت لقد 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 يعني اثرت لقد 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 لولو حبيبي لقد 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 بدك يا؟ بدك يا؟ خلاص والله سوري اذا عدتي بعطيك اياها. اوكي اذا عدتي يلا عادي عم بس يلا خلص فحت اصلا خلصنا اكل. هلا انا غسلت ام ايلا ومغسلها ومحممها. ليش عم تحميني؟ يلا جاهزه؟ ما غسلت هسه تمك تمك. لا 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 انا هون ما بعرف اسوي يعني سوي هون هناك بدي اعديها مو على مو على مو على بدي اعديها جنبه وبتشيل اشياء عشان ما تكب هون. اصلا شو عم تسوي؟ ليش عم تسوي هيك؟ لا حتمسك هذا بعديه حترمي هون مو هيك ريان. انا احسن ام صح؟ يلا خلص الكل. لا عم بتخاف من المي زيك يا مجنون. غيرت ملابسي وظبطت حالي واجيت عشان نكمل لها. ايه منقوش؟ جاهز نلعب؟ طبعا علمتنا كيف تربي باسكت بول كمان. شوفوا اقعد لولو تعال خد شوفي له. يلا
يلا لولو لولو هي تعال هلا عم بظبط الخيمه لولو عادي ايه لوين رايحه تعال مسك لا تروحي لوين رايحة بالقرف خلينا نروح حسن غيرها ونحممها احسن اوكي يا جماعة بس نحط ايلا بسريرها شفتوني شفتوا انت العب هنا وانا هجهز لك الحمام هيو هيو يلا ضل هون وطبعا هون بدها تصير ملابسها تعالوا شوفوا ارنب ملابس البيت نوم هي ملابس البيت شوفوا محلاها وهاي جوا اي لاف مام اند داد بس ما في انا يعني اوكي هذا هو اللبس تاعها تلبسه بعد ما تطلع من الحمام بعد الدش وهون بيبي باودر عنا وعنا هذا البيبي كريم كمان ضروري نحطه كله يلا خلينا نشلح لولو تاخذ نص عينك وتعمل لها مشكله هات لنا هيا يلا متحمس في اشي في ضيق اشي لها في النوم في جسمها هسه بجي بستنى طبعا انا حمامت ايلا كل مره ماما بتحمم ايلا انا بحممها بس اول حمامين لايلا انا ما كنت معهم بس اول حمام كنت معهم والباقي انا حممتها مع مامي هاي ريان هاي بتطفي ايوه لولو مو بايدك بتخاف من المي هي بس ما بتخاف من الشامبو امسكي ريان اوكي امسكي طلع منيح يلا خذي ياي فكرت مي فعصبت حكيتي انا لا لا ما اسمي هيك حطيت عليكي هسه ايضا نطلع على ريان وما رضيت ترجع فحطينا لها شامبو برا الحمام وهلا ما بدها ترجع بس رجعناها بالزول وهسه لما تحطي عليها مي حطيت عليكي وتعبيكي مي هلا شوفي اذا اطرتي عليها مي بس شوفي حرام صار هلا تعملي في بنتي عارفه انت هي مي سندي اوكي يا جماعه هلا ايلا نامت لها 10 دقائق نايمه هسه بدنا نكمل لها لبس البيجامه نخليها نايمة لمدة ساعة ساعتين بعدين هي هيك على الطاولة تصحى بعدين بننزل نلعبها بالحديقة ونلعبها بالشارع هسه حلا بسوي نايمة بس هلا حنلبسها ونجي لكم ان شاء الله مشرفية بس اوكي فهسه نايمنا ايلا وهي نامت هيك على الطاولة شوفوا هلا عم نشوف شعرها مسربها الحليب ولبسناها بجامتها شلونك صباحا هلا بعد ما صحيت ايلا ايلا عم تبكي لنا جوعان يلا ايلا ام 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 يلا كمان تعبت نينو هيا لولو وهيو كنت تتابعوا على تيك توك حيكون تحت بصندوق الوصف شو رايك نحط هذا هسا رح نودي ايلا على مشية حط ايدك جوا هيك صح هلا طلعنا عشان نمشي ايلا برا يلا ايلا ايلا بس تقريبا 5 دقائق برا والعدد بتكون 10 دقائق لما تكون حابه تطلع صح لولو؟ صح
في جماعة تجربة صعبة ويا فهاد كان بجا اليوم عم بستنى روح تحكي لا تنسوا اللايك طبعا نسيت انا مش معي لا تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب شير اشعارات وباي.